فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل عيسى عليه الصلاة والسلام ورد أنه نبئ قبل سن الأربعين؟ الله أعلم. نعم. وهل ثبت أنه في آخر الزمان إذا نزل أنه يتزوج ويولد له؟ إلى حضرنا وشفنا علمناكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما قولكم في قول القائل؟ في واحد سأل أحد التابعين، قال له: إبليس له ذرية وله زوجة؟ قال: ذاك عرس ما حضرناه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه الأسئلة التافهة، ليش تسألونها؟ نعم.